بين طموح فريق هو ريلي لاقتراب أكثر من كوكبة المقدمة وبين أمل فريق تيزنيتي لإثبات مكانته ضمن المراكز الثلاثة الأولى. انتهى لقاء الديربي الدورة الرابعة عشرة من بطولة القسم الوطني الأول هواة لكرة القدم في شطره الجنوبي بين فريق شباب هوارة المضيف وفريق أمل تيزنيتي الضيف بانتصار هذا الأخير بهدفين مقابل لا شيء. للتقرب أكثر حول هذه المباراة نستضيف السيد رشيد برجة نائب فريق رئيس أمل تيزنيتي لكرة القدم. السيد رئيس برجة، كيف هي قراءتكم لهذه المباراة خصوصا وأنها تحمل طابع الديربي بين فريق هواري وفريق أمل تيزنيتي في بطولة القسم الوطني الأول هواة لكرة القدم؟ أول الحمد لله كنشكركم على الاستقبال. بالنسبة للمباراة، المباراة كانت مباراة عادية كجميع المباريات تلعبات، لعبوا الدراري القتالية وجابوا 3 بوان الحمد لله. والأسباب ديال هاد السمج اللي كاين في الدراري، الجهد اللي كاين في الدراري، أنه تأثروا بالمباراة اللي فاتوا ووعدونا باش يديروا الحمد لله وما خيبهمش الله في هذه المباراة وجابوا 3 بوان، نشكرهم الحمد لله. سي رشيد، اكيد انا كما كنعرفوا كيعرف كل متتبع ان مباراه واحده كتفصلنا على نهايه الشطر الاول من البطوله فصل الذهاب، كيفاش كتقيموا المسار ديال فريق ثلاث نصف الاول من البطوله؟ الحمد لله لحد الساعه حنا راضيين على هذا الشيء اللي كاين والنقاط والترتيب فاش كاين، وحنا تابعين المقدمه وكاين في الكوكب ديال المقدمه، ونتمناو ان شاء الله لقدام مازال في هذه المباراه الجايه نزيدوا نتقربوا لما لا المرتبه الاولى الحمد لله. والصعود راه باقي ما بين شكون اللي غيطلع، راه ملعوبه حاليا على اربعه الفرق واللي كيستحق غادي يطلع، ونتمناو تكون امل تيزنيتي هي اللي غادي تفوز هذا العام ان شاء الله وطلع. شي كلمه اخيره السيد رشيد برجة للجماهير التيزنيتيه وكذلك لكل محبي فريق امل تيزنيتي؟ وكنشكرهم، كنشكروا الجماهير اللي كيتابعوا الفريق ديالهم فين ما مشى، كنشكرهم وكنتمناو يصبروا معنا. الصعود ان شاء الله راه داينو في البال وخدامين، المكتب خدام على اساس انه هذا العام ان شاء الله يكون الصعود، ويصبروا معنا ويساندوا الفريق ديالهم وما يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله هذا العام يقدر يكون ان شاء الله العام ديال الصعود.